الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شكرا جريدة قناة حرية بريس، شكرا لكم جميعا، شكرا للطاقم الإخوان اللي كيدوروا معايا بجنبي مسانديني، على الأخت في الوفاة ديال الأخت ديالهم اللي جات 22/9/2020 تجري عملية جراحية على القلب ووفاتها المنية بعد 17 يوم ديال الإهمال مصحة قدها قداش، بما العملية استغرقت 6 ساعات وبقت هي بقسم الإنعاش 17 يوم وتموت بإهمال وبتقصير وتقول لي بالتالي وقع ما وقع، هذا ماشي مبرر. بعدا هذه لا علاقة لها باش تكون عملية، وما خصهاش هذه المصحة، هذه ما خصهاش تكون مصحة. العلم والمشكل الكبير هي لا اتجهتي للمقاطعة اللي تابعين لها وتسول على الوفاة، شحال الوفاة كيموتوا لهم هاد الناس هادو في الشهر. المرحومة الله يرحمها كانت عندها القلب، عندها كتعاني من القلب، وعندي ثلاثة ديال الدكاترة اللي دزت عندهم قلبوها على القلب، كيهضروا معايا على القلب. منين جات هنا تا هما قلبوها على القلب، ولكن تفاجئنا من بعد العملية للقلب، لقينا الكبدة، لقينا الكلاوي، لقينا كورونا، لقينا الإهمال، لقينا التقصير، لقينا بزاف بزاف لقينا في هاد لاكلينيك هادي. هنا طلبت ملف، طلبت وثيقة ديال الملف الطبي اللي شرف على العملية يعطيوها ليا بالاسم الكامل ديالهم باش نستدعيهم أنا عند السيد وكيل الملك باش نعرف الإجراءات القانونية، وهذا من حقي. فإذا به من التجأت عند السيد المدير المصلحة اللي هو يقول لي بالحرب أشري بيني وبينك محكمة، أنا داعيك. قلت له أنا داعيني، غنمشيو من دابا أنا وياك لعند المخزن يجي، عيط لنا المخزن يدينا. فعلا حتى هو عيط على المخزن، الحمد لله جا المخزن. احنا بعادين على المصحة ديالو، احنا في الشارع العام، وهذا حقي كنعبر عليه كمواطن مغربي، كمواطن ساكنة في مدينة فاس. توفات الزوجة ديالي في هذا الكلينيك هذا اللي مازال 7 ديال الأطقم الطبية كانت معاهم، السيدة حاطينها في البياص حلينها ووقع بيناتهم سوء النقاش. هذا النقاش على ايش؟ قال له عندها 2 صمامات صوبهم لها، وإلا بغيتي الفلوس طلع لعند الناس مالي ولادها ولا خوتها يعطيوك 10,000 درهم حشومة. إلا كانت 10,000 درهم هاد الناس هادو، السيدة مازالها صغيرة حن عليها ويقول له هذا الدكتور. قال له أنا تفاهمت معايا على الصمامة وغادي حقا نزير لها هاد الشيء. شنو هي غتزير؟ واش هذاك بشر؟ واش حديد؟ واش دار هادي؟ هذيك راه بشر، راه إنسان، راه أم لطفلين، راه الطفل الأول عنده 13 سنة بنت والثاني عنده 6 سنوات. راه ما يمكنش كنتي كتدخل للدار كتلقى ولادك وخرج تا دابا كتخرج كتدخل بوحدك وتفاجئ بوحدك، تضربك الفيقة بالليل، كتعيط على الولاد، ما كاين حتى واحد. هادو هرسوا لي العش ديالي، هادو بغاو يمرضوني بعقلي. ما يمكنش نسكتوا على هذا الحق، نحن كمغاربة هذا حق ديال المغاربة. إذا كان حقي بالصحة وبالتعليم وبالسكن خصو يعطيوه لنا، ماشي يقولوا لنا في الوراق، خصني نشوفوه. خص أي واحد يكون عنده سكنة مزيانة مشى للطبيب يتداوى، مشى للمدرسة يقراو لولدو. هاد الشطط اللي كاين وهاد الإهمال اللي كاين من الحكومة كي خصها حتى هي مشاركة في هاد الإجرام. علاش هاد السيد خدام في الطبيب ديال الدولة في السي اش او ويخرج من السي اش او ويمشي يجري عملية في كلينيك ما؟ كلهم كيديروها إلا سمح لهم الله، راه ما محال، محال واش يسمح لهم سيدي ربي بهاد العملية اللي كيديروا. كنطلب المطالب ديالي اللي كنطلب رد الاعتبار للوليدات ديالي، انا ولادي ما يمكنليش نسمح بهم، جوج ولاد بنت وولد، ما يمكنليش نسكت على هذا المطلب هذا. الا علاش هذا المطلب كيهمنا احنا كساكنه اولا كامله ديال مدينه فاس وكمغاربه كاملين، لان هذا الاهمال اللي واقع دابا كنشوفوه دابا فهاد الكلينيك المغرب كامل فيه مشاكل. وانا هذا الكلينيك هذا اللي شفت انا دابا بعينيا ماشي تجربه العمليه ليا، قبل منها توفاو 4 ديال الناس، 4، واحد الموظف معاهم راه سرح الاخ ديالنا قالوا راه ما كاينش اللي كيجي هنا على رجليه وكيخرج صحيح، راه كيخرج ميت. الحاله ديالها وكنوريك التصويره ديالها، راه ما يمكنش تاكل الخبز، راه ما يمكنش نسكت على هذا الشيء. وكنطالب دائما بفتح تحقيق معمق في هذه الكارثه اللي وقعت ديالي انا وولادي جالسين كيشوفوني
بحال اصحاب مجين ديهم عند امهم. انا ما غنسكتش على هاد الحق هذا، انا ولادي مجلسهم وما بقيتش كندمر نمشي عند الدراري نشوفهم، كندوز يومين دابا عاد كنبقاو نشوف ولادي نشوفهم ربع ساعه ونمشي. هذا اهمال وتقصير في عمليه جراحيه، والاحتياطات الواجب اتخاذها اثناء العمليه ما داروهاش. صرح بان كاين الميكروب في الكلينيك، يجي يعطينا هو التصريح، الا بغى يصرح لكم هو يصرح لكم الطبيب اللي جرحها. من مشيت كنهضر معاه قال لي ما تهضرش معايا انا، هضر مع الدكتور اللي جابك لاكلينيك اللي هو بلوس، ولا كيطلب لي بالدوايات سمح بهم. قال لي انا سمحت لك انا في 6 المليون هنا، ما انا المطلب ديالي هو غير كنحقق مع هاد الناس هادو، فتحقق مع هاد الناس هادو والتعويض لولادي انا. السلام عليكم.